هنتكلم دلوقتي على الانتي فريكشن بيرنجز او رمانات البلي. في الواقع رمانات البلي ده نوع من انواع الكراسي المحوريه، والكراسي المحوريه دي اساسا بتنقسم في الاصل الى نوعين اساسيين، هي الكراسي المحوريه الانتي فريكشن بيرنجز او رمانات البلي ده نوع، والتاني اسمه جورنال بيرنجز اللي هو الجلب. لكن في البداية عايزين نعرف ايه هي الكراسي. في الاصل الكراسي هي عبارة عن وحدات ميكانيكية الهدف منها ان هي بتثبت لي اي جزء قابل للدوران مع الارض، زي عمود مثلا او اكس بتثبته لي مع الارض، ده من حيث الشكل ده هدفها. لكن الهدف بقى التاني بتاعها هو نقل القوى الخارجية الى الفاونديشن او الى البيز الى الارض علشان يتكون عندها ردود الافعال لهذه الاحمال الخارجية اللي تطلع عندي. وفي الواقع في نوعين اساسيين من الانتي فريكشن بيرنجز دين اللي احنا بنسميها الريديال بيرنج، ده النوع الاولاني. النوع التاني بنسميه الثرست بيرنج. ونلاحظ ان الريديال بيرنجز دي بتشيل لي احمال في الاتجاه، احمال قطريه بالنسبه للكرسي نفسه، يعني بتبقى احمال عموديه على العمود اللي هو بيركب في جهاز الكرسي. اما الثرست بيرنجز دي فبتشيل احمال عموديه على الكرسي نفسه، وبالتالي عموديه على مساحه على الكروس سكشن بتاع العمود. يعني النوع الاول الريديال بيرنج ده بيبقى الاحمال بتاعته قطريه عموديه على العمود، ولكن اللي هي الاحمال اللي بتديني بيندنج مومنت، تديني شير فورس. بينما الثرست بيرنج دي احمال بتشيل لي القوه العموديه على مقطع العمود نفسه اللي هي النورمال فورسز فقط. عاده مثل هذه الكراسي بتتركب الاكس بتاعها بارلل للريديال بيرنجز، بتاكل بتتركب بارلل على الاكس بتاع الايه، بارلل للاكس بتاع العمود. هنتكلم دلوقتي على الريديال بيرنج في الاول من حيث الكونفيجريشن او الشكل بتاعه. في الواقع الرسم اللي قدامي دي بتوضح لي كرسي محور والعمود والتثبيت بتاع الكرسي من الخارج، بالاضافه الى ايزومتريك للكرسي نفسه. في الواقع الكرسي بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه، اول حاجه الانر ريس او الحلقه الداخليه، وثاني حاجه الاوتر ريس وهي الحلقه الخارجيه. الانر ريس هي بينادي باللون الاصفر، والحلقه الخارجيه الاوتر ريس بينادي باللون اللي هو الطوبي. وبعد كده في رولينج اليمنتس اللي هي هنهون الكور اللي موجوده بين الحلقتين. دول الثلاث اجزاء الرئيسيين اللي بيتكون منهم رمانة البل. بالاضافه لكده في هنا هو حاجه رابعه اسمها الكيج، ودي حاجه اضافيه، دي اللي هي الشبكه اللي بتبقى شايله الكور مع بعضها، يعني كل بتبقى راكبه فيها كلها كحامي للشبكه او حامل ليها. وادي العمود هو كمان ظاهر ايه قدامنا. لكن لو بصينا بقى لتشغيل او ايه هو كرسي الريديال بيرنج دوت، فهو في الواقع ايه الرئيسي فيه هم تلات اجزاء اللي هي الحلقه الداخليه والحلقه الخارجيه ورمانة البل او الرولينج اليمنت بتاعتي. الحلقه الداخليه بتبقى السطح الداخلي بتاعها مثبت على العمود، والسطح الخارجي بتاعها البليه او الرولينج اليمنت بتتحرك عليه. الحلقه الخارجيه للاوتر ريس بتبقى مثبته في الكيسنج من بره على سطحها الخارجي، وسطحها الداخلي ان كونتاكت او في تلامس مع الكوره، وبالتالي الكور او الرولينج اليمنت تبقى بين الحلقه الداخليه والحلقه الخارجيه. وفي هذه الحاله لو العمود بتاعي لف دار هتدور معاه الحلقه الداخليه الانر ريس، وبالتالي هيحصل فيه نوع من الاحتكاك البسيط بين الحلقه الداخليه والرولينج اليمنتس، لان هنا التلامس بينهم بيبقى على نقطه عشان نقلل الاحتكاك بقدر المستطاع. لما يكون عندي كوره وسطح فالتراقب بينهم بعض بيبقى على نقطه عشان اقلل المساحه عشان اقلل الاحتكاك المتعلق.
وبالتالي الكره دي وهي بتلف بتسمح لي للعمود مع الانر ريس ان هم يلفوا، في حين ان الاوتر ريس هتبقى ثابته مع الكيسنج، وبالتالي يخلي لي الريلاتيف موشن اللي بتظهر لي بين البيز وبين العمود، لان العمود بيلف بالنسبه للجسم، الجسم هو ثابت فيه. فالرولينج اليمنت داون او الريديال بيرنج داون بيسمح لي ان العمود يلف مع الحلقه الداخليه، بينما تكون الحلقه الخارجيه والكور والكور بتاعته بتلف في حركه عشوائيه، حركه راندوم، وبينما الحلقه الخارجيه مع الكيسنج بتبقى في حاله ايه؟ ثبات. ودي اساسي في حركه او في تشغيل رمانه البل. ولو نبص على الايزومتريك اللي على ايدي اليمين موضح لي كل الاجزاء عليه. الكيج هو واضح، اللي هو كيج اللي هو نمر 4 دهون، ده اللي هو بيبقى نوع من سيخ من الصلب او شريحه من الصلب بتبقى محوطه على الكور عشان تمنع لي الكور من انها تسقط من مكانها، وهي وهذه الشريحه او هذا الكيج مع الكور بيبقى موجود بين الحلقتين الداخليه والخارجيه. اما دلوقتي بالنسبه لتاني حاجه وهو الثرست بيرنج، فلاقي ان الثرست بيرنج تقريبا بيتكون من نفس الاجزاء اللي بيتكون منها الرولر بيرنج، مع اختلاف بسيط ان الاجزاء شكلها مختلف. برضه هو بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه، وهذه الثلاث اجزاء الرئيسيه هي اللي ايه بتشتغل وبتنقل لي الحركه. اول جزء فيها اللي هو الانر ريس، او ساعات احنا بنسميها الحلقه العليا، بس احنا بنسميها انر ريس على اساس ان هي برضو بتبقى ان كونتاكت مع الشافت. وتاني جزء الاوتر ريس اللي هي بتبقى مثبته في الكيسنج. وتالت حاجه الرولينج اليمنت اللي هي الاجزاء الدواره. ورابع حاجة الكيج اللي هي الشبكة او حامل الرولينج إليمنتس، الحامل اللي بيشيل الاجزاء الدوارة. بالاضافة كده في كمان اهو قدامنا الشافت اللي هو العمود اللي متركب في الكرسي، اللي هو انا عايز اشيل الاحمال اللي عليه. والنوع واخيرا الكيسنج اللي هو الجسم اللي ايه بيثبت فيه هذا الكرسي. هذا النوع من الكراسي بيشيل الاحمال، زي ما بقول الاحمال الاكس النورمال فورسز او الثرست فورس، النورمال فورس القوى العموديه اللي جايه على العمود. الاحظ حاجه، الاحظ ان الانر ريس برضو مثبته في الشافت، وسطح من الاسطح بتاعتها ان كونتاكت مع البول مع البولز او مع الرولينج اليمنتس. والحلقه الثانيه للاوتر ريس مثبته في الكيسنج، والسطح التاني برضو بتاعها ان كونتاكت مع البولز. وبالتالي فالكور بالكيج بتاعتها او الرولينج اليمنت بالكيج بتاعها موجودين بين الانر بين الانر والاوتر ريسز. ساعات بيسموها الانر والاوتر رينجز، اما رينج واما ريس، وزي التثبيته اللي قدامنا دي. الاحظ حاجه، الاحظ ان الانر ريس دي عباره عن ديسك ليه قطر معين بيكون مساوي قطر العمود عشان العمود يخش فيه ترانزيانت فيت، بشرط ان لازم يكون هذا القطر الثقب اللي فيها يكون مساوي قطر العمود. بينما الاوتر ريس بلاقي القطر بتاعها بيبقى اوسع علشان ما يبقاش في كونتاكت بينها وبين العمود، لان طرف العمود ممكن زي ما هو في الصوره اللي قدامنا ممكن يوصل جزء منه عند الانر ريس او في وسط الانر ريس، وبالتالي لازم يكون ايه الحلقه الاوتر ريس يكون قطرها اوسع من قطر الانر ريس، زي ما هو ايه واضح في الصوره اللي قدامنا. الايزومتريك اللي قدامنا برضو بيوضح لي هو ثلاث حاجات، الحلقه وحلقه وبينهم الايه الكور في الكيج بتاعتها. ودي بتستخدم زي ما قلنا لما يكون عندي احمال عموديه، وهنشوف دلوقتي ايه بعد كده هنشوف بالتفصيل استخدامها وازاي الحركه بتتنقل فيها وازاي هي ايه بتشتغل. هنتكلم على انواع الرولينج اليمنت او الرولينج اليمنت تايبس. في الواقع هي الانتي فريكشن بيرنجز بتتواجد في السوق باشكال مختلفه،
سواء كانت ريديال او كانت ثراست. يعني الثراست في منه اشكال مختلفه والريديال في منه اشكال كثيره مختلفه، بالاضافه ان كل شكل من دول موجود باحجام مختلفه. الاشكال بتختلف عن بعضها في مقدرتها على نوع الاحمال اللي بتشيلها، هنشوف هذا الكلام بعد كده بالتفصيل. الاحجام بتديني الكباستي، يعني حجم صغير لو نفس الشكل لو في حجمين منه هنلاقي الحجم الكبير بيشيل احمال اكتر من الايه اكتر من الحجم الصغير، في حين ان الاشكال لاقي شكل عن شكل، لاقي شكل مثلا بيشيل القوه الريديال ومعاها ممكن يشيل جزء من القوه الاكسيال، ولكن بيشيل جزء كبير او جزء صغير، هنا بيتوقف حسب الشكل. يبقى اذا الشكل بيتوقف فيه انواع ونسب او مقادير الاحمال اللي بيقدر الكرسي ده بيشيلها. الاحجام بتحدد لي ده بيشيل لنفس الشكل بيشيل نلاقي الشكل الحجم الكبير والحجم الصغير نلاقي ده بيشيل قوة او احمال اكتر من الايه من الحجم الصغير. بالنسبة للاشكال فالشكل بتاع رمانة البلي بيختلف حسب نوع الرولينج إليمنت اللي جواه. والرولينج إليمنت اللي متوفرة في السوق منها انواع كتيرة، اول نوع منها اللي هو الكور او البولز، ودي بتبقى كور برضو ممكن تتواجد باحجام مختلفة. تاني حاجة اللي هي الرولرز اللي هي اجزاء اسطوانية، يعني مقطعها دائري ولكن ليها طول معين، ودي برضو بتتواجد كل شكل من هذه الاشكال، كل فورم من هذه الفورمز بيبقى بتتواجد باحجام مختلفة. وتالت حاجة اللي هو النيدلس او الابر اللي هي برضو اسطوانات، ولكن قطرها بيبقى صغير بالنسبة لطولها، قطرها صغير بالنسبة لطولها، اللي هي بنسميها رمانات البري الإبرية. وفي بعد كده السفيريكال رولر، ودي بيبقى الجزء بتاعها عبارة عن جزء الشكل بتاعه السطح الخارجي بتاعه برميلي الشكل. وفي كمان التيبر رولر، يعني الرولر ده في منه كمان التيبر، يعني بيبقى شكل ايه مخروطي. دي الانواع اللي موجوده، الخمس انواع الموجوده الرئيسيه للرولينج اليمنتس اللي احنا بنستخدمها في او اللي متواجده في رمانات البلي، ودي بتتواجد سواء كان رمانه البلي تحت دي ريديال او ثراست بيرنج. بالنسبه لانواع الريديال بيرنج المتوفره في السوق، وفي الواقع اشهر الانواع الموجوده اللي هي البول بيرنجز ده اول نوع، والنوع الثاني اسمه الرولر بيرنج اللي هي بيبقى فيه رولرز او اسطوانات، وكونيكال بيرنجز وكونكيف بيرنجز. بالاضافه لكده اي نوع من الكراسي دي ممكن يتواجد منه سنجل رو ودبل رو. سنجل رو زي اللي فوق، زي الرسمه اللي فوق على اليمين، والدبل رو بيبقى موجود زي الرسمه اللي على اليمين من اسفل. ونلاحظ ان الدبل رو ده كمان بيبقى فيه منه يعني اتنين ديزاين بيبقوا متواجدين في السوق. نوع منه بنلاقي لو انا عملت فيه مقطع الاقي الكورتين جنب بعض زي اللي مرسوم ده قدامي كده. وفي نوع تاني بيبقى فيه شيفت بين الكور، يعني مثلا لو هما في كل صف فيه مثلا نفترض 10 كور، فال10 كور دول في نوع اللي هو زي اللي مرسوم قدامي ده، بلاقي كل في 10 في اول صف و10 في ثاني صف، الاقي كل لو انا عملت مقطع المقطع بيعدي بكوره من الصف الاول وكوره من الصف الثاني. ده نوع زي المرسوم. النوع الثاني بلاقي ان في شيفت في الكور، يعني لما جيت اعمل مقطع يعدي في كوره في السنتر بتاع كوره سيمتريه بتاعت كوره من اول صف ويعدي بين كورتين من الصف الثاني، يعني في شيفت شويه في صف بالنسبه للايه للثاني. ولاحظ ان مجموعه الكور دي كلها بتبقى محطوطه كلها في كيج واحد، يعني الصفين نفسهم بيبقوا محطوطين في كيج واحد، يعني كلهم محطوطين في شبكه واحده شايله الاثنين مع بعض. بالنسبه للبول بيرنج هنلاقي في منه انواع كتيره. اول نوع مثلا اللي اسمه ديب جروف بول بيرنج اللي هو الواضح قدامنا، لو بصيت لهذا الكرسي ليه عرض بي وليه قطر داخلي دي وليه قطر خارجي دي. بالمناسبه ممكن تلاقي منه انواع كتيره،
تختلف في الدي الكبيره، يعني نفس القطر دي الصغيره، ونلاحظ ان دي الصغيره دي هو نفس دي قطر العمود اللي بيركب عليه هذا الكرسي، وده بيعتبر نومينال دايمنشن، يعني بعد رئيسي اللي هو بيتحدد على اساسه الكرسي. يعني الكرسي مثلا نفترض ان دي الداخلي دي الصغيره دي مثلا 15 مللي، يبقى ده كرسي دي بتاعته 15. ممكن تلاقي منه بقى الدي الكبيره دي ممكن تبقى 25، ممكن تبقى 27، ممكن تبقى 23. العرض نفس الكلام بيختلف العرض من كرسي الاخر، يعني بتلاقي منه ايه فيرجنز ايه كتيره، او انواع كثيره، اوبشنز كتيره منه موجوده في السوق. النوع الثاني اللي احنا بنسميه انجولار كونتاكت بول بيرنج، اللي هو ظاهر قدامنا دلوقتي. بالنسبه للانجولار كونتاكت بول بيرنج ليه بيختلف شويه عن الديب جروب بول بيرنج؟ لو نيجي نقارن بين الاثنين نلاحظ مجموعه ملاحظات. اول حاجه بالنسبه للديب جروب بول بيرنج اللي هو الاولاني، نلاحظ ان الكوره مغروسه في جروف موجود في الانر ريس وفي الاوتر ريس، يعني في اتنين جروفز في الانر ريس وفي الاوتر ريس، الكوره بتبقى مغروزه في الوسط بينهم، وبالتالي في كتفين من الانر ريس والاوتر ريس، كل الانر ريس في كتفين حابكين على الكوره، ونفس الكلام الاوتر ريس برضو في كتفين حابكين على الكوره. لكن لو نبص في الانجولر كونتاكت بول بيرنج هنلاقي ان الانجولر كونتاكت بول بيرنج الانر ريس في ليها فتحه من ناحيه اليمين، والاوتر ريس ليها فتحه من ناحيه الشمال. وبالتالي لو شفنا السهمين اللي محطين على الانجولر كونتاكت بول بيرنج نلاقي ايه؟ نلاقي ان السهم اللي من اللي على الشمال ده اللي هي القوه اللي هتيجي من العمود، لو جت قوه راديال من العمود هتيجي تاثر في ايه؟ هتخش على الانر ريس فهتتحرك للكوره، فالكتف اللي في الاوتر ريس اللي على الشمال هينشا فيه رد فعل، فتقدر تشيل راديال فورس في الاتجاه من الشمال لليمين، بالاضافه طبعا لهدفها اللي يعتبر اديشنال افكت او تاثير اضافي ليها، او وظيفه اضافيه. لكن الوظيفه الرئيسيه بتاعتها دي بتشيل قوه راديال، يعني قوه راسيه في هذه الحاله. لو واحنا لسه ما زلنا واحنا بنبص للانجلر كونتاكت بول بيرنج، نلاحظ ان لو تخيلنا ان السهم اللي فيه سهمين مرسومين عليه، لو السهم اللي على اليمين دون اللي مؤثر على الاوتر ريس بنفس اتجاهه اثر على الانر ريس، والسهم اللي على الانر ريس اللي هو على الشمال طلع فوق واثر على الاوتر ريس، يعني عكس اللي موجود قدامي، يعني اصبح القوه جايه من العمود من اليمين للشمال. في هذه الحاله الاقي القوه هتيجي تروح جايه من العمود هتيجي على الانر ريس، هلاحظ ان الانر ريس هتروح متحركه، مفيش حاجه تمنعها. فهنا في هذه الحاله معنى كده ان هذا الكرسي يوني دايركشنال راديال، يوني دايركشنال اكسيال او ثرست فورس. ليه؟ لان ده ما يشيلش غير من اتجاه واحد من الشمال لليمين زي الوضع اللي قدامي. لكن لو الوضع اللي انا افترضته بعد كده اللي هو ان القوه هتيجي من اليمين للشمال، يعني السهم الاحمر ده هو اللي على ايدي اليمين ده نزل واثر على الانر ريس، وبالتالي السهم اللي بيأثر على الانر ريس ده هو اللي قدامي ده دلوقتي طلع فوق واثر في نفس اتجاهه على الاوتر ريس، في هذه الحاله الكرسي بتاعها هيتفك. عشان كده ده الكرسي ده في وضعه الحالي ده هو ما يشيلش غير قوه في الاتجاه من الشمال لليمين، وبالتالي انا عايز يشيل قوه من اليمين للشمال اعكسه، يعني اخده وقلبه 180 درجه هل يقدر يشيل القوه ايه من اليمين للشمال. يبقى ده يوني دايركشنال ثرست لود. بنفس طريقه التفكير دي لو بصينا للديب جروف بول بيرنج الاقي الديب جروف بول بيرنج في كتفين على الكوره، الانر والاوتر ريس عاملين كتفين على الكوره من بره من اليمين ومن الشمال، وبالتالي لو جت قوه من اليمين هلاقيها تتنقل، والكتف لو جت قوه من اليمين هلاقيها تتنقل في من العمود يعني، فتخش على الانر ريس وتخش على البليه وتخش على الكتف اللي على الشمال من الاوتر ريس، وبتقدر تشيل قوه من اليمين للشمال. لو جت قوه من الشمال لليمين هتلاقي القوه تيجي من الشمال هتخش على الانر ريس على البليه هتخش على الكتف اللي على اليمين من الاوتر ريس، فبرضه تقدر تشيل القوه الجايه من الشمال لليمين. وبالتالي القوه اللي جايه من الشمال لليمين دي اللي هي هتيجي من الكتف، يعني هتيجي من العمود على الانر ريس
هتخش على البلي عن طريق الكتف اللي على الانر ريس من ناحية الشمال، وتعدي في الكورة او في البلية توصل للكتف اللي على اليمين في الاوتر ريس، وهيشيل ايه القوة الجاية من الشمال لليمين، وبنفس الطريقة يقدر يشيل القوة لو جات لي القوة من اليمين للشمال، وبالتالي دون بيعتبر باي دايركشنال ثراست لود، يعني ممكن يشيل لي ثراست لود في الاتجاهين سواء جاي من اليمين للشمال او الشمال لليمين. ده الديب جروف بول بيرنج، وبالتالي ده الفرق بين الديب جروف بول بيرنج والانجلر كونتاكت بول بيرنج. النوع الثالث اللي ظهر قدامي دلوقتي ده دبل رو ديب جروف بول بيرنج، يعني نلاحظ لو انا قارنت بين النوع الثالث ده اللي هو النوع سي الاصفر مع النوع الاولاني الاقي هو هو مع اختلاف حاجه واحده، ان هو بدل ما الكور محطوطه في صف لا هنا الكور محطوطه في صفين، وعشان كده الاقي ان العرض بتاعه بقى كبير، وبالتالي اتوقع ان اللود كارينج كاباسيتي بتاعته او قابليته على تحمل الاحمال هتبقى اعلى. اما النوع الرابع اللي ظهر قدامي دلوقتي دون ده اللي هو الدبل رو سيلف الاينمنت بول بيرنج، ده نوع مختلف شويه. ازاي؟ لما هبص فيه هبص الاقي ان المسار بتاع الكور على الاوتر ريس موجود على سطح منحني، يعني سطح الاوتر ريس من الداخل، الاوتر ريس ليها سطحين، سطح خارجي وسطح داخلي، السطح الخارجي عدل لان ده هيخش في الكيسنج، السطح الداخلي منحني فالكور ممكن الكور مع الانر ريس مع بعض يتحركوا حركه تيلتنج على السطح بتاع الايه الاوتر ريس، وبالتالي بيعمل لنفسه سيلف الاينمنت، يعني الضبط اوتوماتي او ضبط ذاتي. وده هذا النوع بيستخدم في استخدامات معينة، وخصوصا لان ده بيقدر يلغي لي تأثير الديفليكشن اللي بيحصل في الاعمال نتيجة الاحمال، يعني لو بيكون عندي عمود وبيحصل عليه احمال بيحصل فيه ديفليكشن، فلو في كرسي في الطرف بتاعه هلاقي نتيجة الديفليكشن الكرسي حرف العمود هيبتدي يتحرك لفوق او لتحت، فلو جه لو كان الكرسي بتاعي ريجيد يعني ديب جروف او انجلر كونتاكت في هذه الحاله هيبقى من الصعب هيحصل فيه هنا ايه زرجنه في العمود، فممكن عمود ايه اللايف بتاعه الكرسي بتاعتي دي تبقى صغيره جدا ويبوظ على طول يحصل له فيلير، وعشان كده بنحط الانجلر كونتاكت دون اسف السيلف الاينمنت بنستخدمه علشان ياخد لي التغير في اتجاه العمود جوه ايه اتجاه العمود نتيجه الاحمال اللي بتولد عليه. الشركات اللي بتنتج رومات البلي بتنزل في السوق اشكال مختلفه رومات البلي من حيث الحمايه للكور. ليه؟ اساسا انا دلوقتي عندي رومات البلي عباره عن ايه انر ريس واوتر ريس. الانر ريس سطحها الداخلي هيشحط مع العمود، والاوتر ريس سطحها الخارجي هيركب في الكيسنج او هيشحط في الكيسنج، والسطح الداخلي للاوتر ريس والسطح الخارجي للانر ريس الاثنين مع بعض بينهم الرولينج اليمنت او الكور. هذه الكور هتحتك مع هذه الاسطح بتاعه الريسز اللي كونتاكت معاها هتحتك معاها وهي بتلف، وبالتالي لابد ان انا اكون حاطط لها لازم تكون بتتحرك في وسط فيه لوبريكانت او مزلق. الكراسي برضو عاده بيبقى فيه منها نوع مغلق من الاحرف زي الانواع الثلاثه اللي قدامي دي، وفي نوع مبقاش مغلق اقصد مغلق على الكور ما اقدرش اشوف الكور من بره، وفي نوع ممكن اشوف الكور من بره، يعني من بره وانا ماسك الكومنت البلي كده في ايدي ممكن اشوف الكور ظاهره قدامي، وفي نوع تاني عليها مقفوله اما بميتاليك شيلد يعني بطبقه صفيح صلب كده مقفله على الكور بشرط ما اقدرش اشوف الكور، او بطبقه من الكاوتش مكان الصفيح دون، او بيبقى فيه طبقه تخينه سيلينج تخين برضو مقفل على الكوره من الطرفين زي اللي واضح في الشكل سي اللي قدامي دون، وده بيستخدم لما بيكون ايه حالات الاستخدام اللي هي الصعبه لما يكون مثلا فيه اتربه بدرجه تركيز عاليه زي في المناجم وفي المحاجر او في الاماكن المتربه على وجه العموم يعني. ولكن انا عايز اقوله ايه ان الكراسي اما بتبقى مقفله مغلقه من الاحرف بتاعتها، وعاده النوع المغلق ده بنلاقيه
بيبقى ليه رقم، يعني اي كرسي بيبقى ليه رقم، وبعد الرقم ده ساعات يبقى فيه حرف، لو كان مكتوب عليه زد ده معناه ان هو مغلق، من يعني الكور بتاعته مغلقه. في يعني في كرسي مثلا يقول لك كرسي مثلا ايه 6005، ده كرسي معين ليه ديامتر مثلا من جوه دي الصغيره بتاعت ليه بتاعت العمود اللي يركب عليها هذا الكرسي مثلا 25 مللي. الاقي من هذا الكرسي اللي هو 6005 دون او 6205، الاقي في منه نوع 6005، في نوع منه 6005 زد، وفي نوع ثالث 6005 زد زد دبل زد. يعني 6005 بس ده لو انا مسكته في ايدي هقدر اشوف الكور من الناحيتين، من اليمين من الناحيه الاماميه ومن الناحيه الخلفيه، وبالتالي ده لما بيتركب في وسط لازم اكون انا هعمل له اكسترنال لوبريكيشن، يعني هعمل له تزييت خارجي. يعني ممكن مثلا يكون محطوط مثلا في عمود في جير بوكس، والجير بوكس ده فيه زيت بتاع تروس، وزيت التروس ده هيطرطش منه، او هعمل له نظام زي ماسوره هتوصل زيت عندي هذه عند هذا الكرسي، وبالتالي يبقى الكرسي مفتوح من الطرفين. في نوع، النوع الثاني بقى اللي هو بعد الرقم بتاعه فيه زيت، ده معناه انه معمول له شيلد من ناحيه واحده، يعني في ناحيه منه مقفوله بالصاج والناحيه الثانيه ممكن اشوف البلي منها. وفي هذه الحاله ده بيتحط لو كان الكرسي ده هيتركب مثلا في جسم جير بوكس من الخارج، بشرط ان انا اخلي الناحيه بتاعه الكرسي اللي هي عليها الصلب دي المقفوله بالصلب دي تكون ناحيه الهواء الجوي، والناحيه اللي البلي ظاهر منها تبقى جوه، بشرط ان التزييت يجي لها من جوه للكراسي، والناحيه البرانيه دي تمنع وصول الاتربه ليه. النوع الثالث زد زد ده بستخدمه لما بيكون انا عندي الكرسي ده هيتحط مثلا في عمود، العمود ده موجود مثلا في ورشه وعليه سيور وحاجات زي كده، وبالتالي فالعمود ده مش هقدر اعمل له نظام تزييت، وفي نفس الوقت ما اقدرش اشغله دراي يعني بدون زيت. فايه وانا بشتريه بيبقى جاي وجواه شحم جريس موجود جواه، ومتقفل من الناحيتين، بشرط ان هو يضمن لي ان هو ايه طول فتره التشغيل بتاعته اللايف سايت بتاع اللايف تايم بتاعه بيكون الشحم جواه، وبالتالي عشان يقلل الفريكشن ويقلل ارتفاع درجات الحراره اللي ممكن تحدث ايه داخل في الكرسي. لان طبعا ارتفاع درجه الحراره بيأثر عليه تاثير سلبي كبير، وبيؤدي الى سرعه انهيار الكرسي، او بمعنى اخر بيقلل قصر عمره في التشغيل. دلوقتي هنتكلم على اللودنج اوف بيرنجز، تحميل الكراسي. من حيث المبدا في الاول لازم نبقى احنا متفقين على ان الريديال بيرنجز دي كراسي مصممه علشان تشيل الاحمال القطريه او الاحمال الريديال، بينما الثراست بيرنج دي كراسي مصممه علشان تشيل الاحمال الاكسيال او الاحمال العموديه. ده من حيث المبدا الكراسي دي مصممه لهذا الغرض، وده الغرض الرئيسي البرنسبل ايم بتاعي. ولكن رغم هذا بلاحظ في حاله الريديال بيرنج، فلاقي ان الريديال بيرنج وهي بتشيل برغم ان هي بتشيل القوى الريديال، في نفس الوقت بلاقيها ممكن تشيل بالاضافه لكده اكسيال لود كمان بقيم مختلفه، يعني بقيم صغيره شويه، وعشان كده ممكن الكرسي الريديال يشيل اكسيال ويشيل ريديال. وهنعرف ازاي الكلام ده ايه بعد كده يعني بنتعامل معاه. وبالتالي انا ممكن الخص اللي انا قلته ده في المعادلتين اللي ظاهرين قدامي دول، اللي هي ان الريديال بيرنج بتديني ريديال لود، او اسف بتشيل ريديال لود واكسيال لود، بس الاكسيال لود بيكون اقل من الريديال. اما الثراست بيرنج فبيشيل اكسيال لود فقط، يعني اللي هو ايه بيشيل القوه الثراست لود فقط، ما بيشيلش حاجه تانيه. دي اساس في عمليه التعامل مع الكراسي بتاعتنا، لازم نبقى فاهمين هذا ايه المبدا. اللوحه اللي قدامي دي بتوريني نوعين من انواع البول بيرنج، الديب جروف بول بيرنج والسيلف الاينمنت بول بيرنج. ومبينه لي ايضا بالنسبه للديب جروف السنجل رو والدبل رو، وبالنسبه للسيلف الاينمنت برضو السنجل رو والدبل رو. شويه ملاحظات يعني نلخصها ونقول، اول حاجه الديب جروف بول بيرنج نتيجه ان الكور بتاعته بتبقى محميه بكتفين حواليها سواء من الانر ريس او الاوتر ريس،
فعشان كده الاحظ ان هي بتشيل الاحمال في الاتجاه ممكن تشيل بالنسبه بالاضافه للريديال، تشيل في الاتجاه الثرست او الاكسل، تشيل حمل في الاتجاهين، ممكن يكون من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الاحظ ان الدبل روبل بيرنج عاده بيبقى اعرض من السنجل روبل بيرنج، ودي حاجه منطقيه. برضو ناخد بالنا من حاجه ان القطر الخارجي بتاع الاوتر ريس ده بيختلف حسب حسب مقاس الكرسي، لان في كرسي بنلاقي منه ايه زي ما قلنا بنلاقي منه اوبشنز كتيره متوفره في السوق في الكتالوجات بتاعه الشركات المنتجه. وهنا يجب الاحظ حاجه ان احنا هنا هو في التصميم ما بصممش انا ديب جروف بول بيرنج او سيلف الاينمنت او اي نوع من انواع الانتي فريكشن بيرنج دي، انا ما بصممهاش، انا بعمل لها عمليه سيليكشن، يعني انا بختارها، يعني انا بشوف الاحمال اللي عندي ايه والظروف اللي عندي ايه وبعمل عمليه اختيار، يعني احدد انه نوع انسب من حيث الشكل ومن حيث المقاس. طبعا مقاس اقصد المقاس اللي هو ايه المقاسات الخارجيه غير المقاس بتاع الداخلي اللي هو لان ده المقاس الخارجي هيركب عليه الشافت، ودي بتبقى ايه مهمتنا في التصميم ان احنا اختيار الكرسي المناسب. عشان كده بيقول عمليه سيليكشن اوف انتي فريكشن بيرنج وليس عمليه ديزاين اوف انتي فريكشن بيرنج، يعني ما احنا بنعملش ما بنصممش، ده حاجات جاهزه بنجيبها جاهزه من السوق على طول ايه نستخدمها او نركبها في المكان اللي احنا عايزين نركبه. ولكن انا علشان استخدم اي حاجه من دي لازم اكون عارف ازاي اختارها صح وازاي اثبتها في مكانها. تلاحظ ان التثبيت ده برضو ايه من الحاجات الاساسيه جدا في الانتي فريكشن بيرنز. السلف بالنسبه للسلف الاينمنت الاحظ ان طبعا ان الانر ريس مع رولينج اليمنت مع البولز يعني مع الكيج سواء في السنجل رو او الدبل رو كلهم مع بعض ممكن يتحركوا تيلتنج، يعني يميلوا على السطح المايل بتاع السطح الداخلي المايل بتاع الاوتر ريس، ودي من اهم ميزاتها واهم صفاتها الاساسيه اللي احنا على اساسها بنختاره، برغم ان الكرسي بيبقى اغلى شويه لكن احنا بنختاره لانه بنحتاجه كتير. اللي انا عايز برضو اوضح ليه هنا حاجه ايه، لو قارنت بين الدبل رو ديب جروف بول بيرنج والدبل رو سيلف الاينمنت بول بيرنج الاحظ حاجه، الاحظ ان الدبل رو ديب جروف بول بيرنج الكور بتاعتي هنا هو اللي في الصفين مع بعض على نفس بالتساوي، في حين بتاع السيلف الاينمنت الصفين في بينهم شيفت، عشان كده الاقي في كوره مختفيه ورا الكوره الثانيه، يعني الكوره في السيلف الاينمنت دبل رو سيلف الاينمنت بول بيرنج اللي هو ذاتي الظبط دون اللي هي اللوحه اللي على اليمين خالص من على ايه قدامي، هلاحظ ان الكوره البامبا ورا الكره الحمراء، معناها ان هي ان المقطع بتاعي عدى في الكره الحمراء والكره البامبا دي كانت وراها، لكن في حاله الدبل رو فالمقطع بتاعي لما عدى في الكورتين مع بعض، وعشان كده الكورتين ايه جنب بعض. الاحظ ان لما بيكون في شيفت للكراسي بلاحظ ان عرض الكرسي بيكون اقل، في حين لو كان لو لما يكون في شيفت في بالنسبه للبولز، يعني في حين لو البولز جنب بعضها زي في الكرسي اللي قدام بتاع الدبل رو ديب جروب بول بيرنج دون، نتيجه ان الكورتين جنب بعض فلازم عرض الكرسي يشمل القطرين بتوع الكورتين بالاضافه لمسافه بينهم ومسافه على اليمين ومسافه على الشمال عشان اعمل فيه عمليه الشيلد او السيلينج للكراسي دي اذا كان هطلع منها الزد او الزد زد بيرنجز اللي هو المحمي من الناحيه او من ناحيتين اللي هو ايه بيبقى سيلف لابريكيتد. في حين لما بص بتاع الدبل رو لان العرض بتاعه صغير، ليه؟ لان الكورتين داخلين ورا بعض فانا مش محتاج عرض بيه عرض للقطرين مع بعض، لا قطر وجزء من القطر الثاني، فانا بوفر هنا في ايه في العرض. بس نلاحظ حاجه ان التوفير في العرض هنا يوفر لي في السبيس، لكن اللود كارين كان بس توقف على حاجات تانية، يعني هنا يعني ممكن يكون الكرسي اللي هو عرضه صغير ده بتاع السيلف الاينمنت يشيل ريديال اكتر مثلا من الدبل رو، ده بيتوقف بقى ليه على القطر الكبير بتاع الاوتر ريس وبالتالي على قطر الكور نفسها، يعني مش عايزين ايه يوصل لذهننا
ان هناك علاقة طردية خطية بين عرض الكرسي وبين تحمله. يعني بمعنى ان كل ما الكرسي يزيد ملي او 2 او 5 او 10 في العرض، كل ما هيزيد الايه الحمل بنفس النسبة، الحمل اللي هو بيقدر يتحمله يعني بنفس النسبة. لا الكلام ده مش مظبوط، دي حاجة بترجع لحسابات اخرى برضو هن ايه ان شاء الله هنتعرض لها بعد شوية. بالنسبة للانجل كونتاكت بول بيرنج، فهو تقريبا شبيه بالديب جروب بول بيرنج، ولكن مع اختلاف واحد بسيط، وهو ان الانجل كونتاكت بول بيرنج لما بيجي يشيل الحمل الثراست او الاكسيال، فانه بيشيل في اتجاه واحد. يعني مثلا الصورة اللي قدامنا دلوقتي دي ديه لنوع معين من البيرنجز او لانجل كونتاكت بيرنج، ده ممكن يشيل من الشمال، الحمل بتاعي جاي من اليمين للشمال، لكن لو حمل جه من الشمال لليمين هنلاقي ان الكرسي بتاعي هيفك، لان لو جه الحمل من الشمال لليمين هنلاقي ان الحمل هيجي من العمود للانر ريس للكرة، والكرة هتطلع من الجروب بتاعها، مش هتقدر ايه مش هتظل ايه في مكانها. ولكن نتيجة ان مفيش كتف بالنسبة للبول مع الاوتر ريس، مفيش كتف من الاوتر ريس زانق على الكرة او الرولينج إليمنت بتاعتي، وبالتالي فهو مثل هذا الكرسي بيشيل حمل فقط من اليمين للشمال، وبالتالي ده يوني دايركشنال ثراست لود كارير، يعني بيشيل الحمل في اتجاه واحد فقط في اتجاه الثراست. طبعا ده بالإضافة إلى تحمله للريديال لود. اللحظة اللي قدامنا دي بالنسبة دلوقتي حاليا بقى للنوع الآخر من الكراسي الأنتي فريكشن بيرنج، اللي هو الايه الثراست بيرنج. ونلاحظ هنا في الثراست بيرنج دون قدامنا في الصورة دي نوعين، نوع منهم عادي اللي هو ممكن نسميه ديب جروف، والنوع الثاني اللي هو سيلف الاينمنت. لاحظ النوع العادي مكون من اثنين تو ديسكس وبينهم البول اللي هو اللي على الشمال، والحمل ما بيجي عليه بيتنقل من العمود للانر ريس او بمعنى صح للرنج العليا، ومن الرنج العليا للبول للاوتر للرنج السفليه، ومنه ينزل للايه للفاونديشن. اما بالنسبه ل النوع البيرنج الاخر اللي على اليمين اللي هو اللي احنا بنسميه سيلف الاينمنت، ده عباره عن ايه؟ عباره عن نلاحظ حاجه، نلاحظ ان فيه هنا هو سطح في اول حاجه رينج فوقانيه دي بيركب فيها العمود، وبعد كده البولز او رولينج اليمنتس، وبعدين في ديسكين على بعض راكبين على بعض على سطح كونيكال. هذا السطح كونيكال يسمح لي الرنج العليا مع البول مع الرنج الوسطى انها كلها تتحرك، يحصل عمليه تلتنج على السطح اللي هو باين هنا عندنا باللون الاخضر، على السطح باين عندنا باللون الاخضر. فلما بيحصل عليه تلتنج دون فده يعمل عمليه ايه الاينمنت، او يعمل عمليه ضبط للاكسياليتي بتاع العمود او مع بتاع العمود والحمل، او بتاع العمود والاكس بتاعه مع الاكس بتاع الايه بتاع الكرسي. وهذا النوع ده اللي احنا بنسميه السيلف الاينمنت، السيلف الاينمنت ثراست بيرنج. اما عشان نحاول نشوف ازاي بقى طريقه انتقال القوى الثراست بالنسبه للرومات البلي الريديال، طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن الريديال، الكراسي الريديال بسهوله هتشيل الريديال فورس، لكن هي المشكله بتبقى بالنسبه ليها في هل هي بتقدر تشيل ثراست، واذا كانت بتقدر تشيل ثراست لود بالاضافه الى الريديال لود، هل الثراست لود ده بكميه كبيره ولا صغيره، وفي أي اتجاه، هل في اتجاه واحد او في اتجاهين. الكرسي اللي قدامنا ده مثلا نلاحظ ان احنا مثبتينه الانر ريس بتاعتي هنا هي الاتجاه الاعلى، والعمود بتاعي في اعلى الصوره، بينما الفاونديشن موجود لتحت. وبالتالي لو جه دلوقتي قوه تيجي من العمود زي القوه الخضراء اللي جت على الانر ريس دي من فوق من ناحيه الشمال، فنلاحظ ان القوه هيبقى ليها مسار معين هتاخده لغايه لما توصل لفين لغايه الفاونديشن. القوه دي اول ما هتظهر هتبتدي هتوصل من العمود الى الانر ريس،
فالكتف اللي على الشمال طبعا هنا الانر ريس اللي هي العليا والاوتر ريس هي السفلى. فبالنسبه للانر ريس العليا دي هيجي الكتف اللي بين البول وبين الانر ريس من ناحيه الشمال هتتحرك القوه هتتحرك منه الى البليه ومن البليه هتتحرك الى الاوتر ريس زي ما هو واضح قدامنا بالخط الفسفوري دون. ومن هذا ال لما توصل للاوتر ريس هتتحرك بعد كده الى الى الفاونديشن. ده بالنسبه للقوه جايه من الشمال لليمين وبالتالي البليه دي ممكن يشيلها. طب لو العكس بقى لو جت القوه زي اللي ظهرت دلوقتي قدامي من ناحيه اليمين على الانر ريس فبرضه هتتحرك على الكتف هتتحرك الى البليه عن طريق الكتف اللي هو ناحيه اليمين اللي هو الكونتاكت بين البليه وبين الانر ريس من ناحيه اليمين ومنه الى عن طريق البليه باللون اللي هو اللي ظهر قدامنا دلوقتي دون حسب الخط اللي ظهر قدامي دون وتصل بعد ذلك الى الفاونديشن زي ما احنا شايفين. وبالتالي فالديب جروب بول بيرنج بهذه الطريقه يستطيع ان يتحمل الثراست لود في الاتجاهين بالاضافه الى الريديال لود. وعشان كده لاحظ احنا حاطين على العمود اهو اتجاه اسهم سهمين سهم اليمين وسهم الشمال وسهم الاسفل. السهم الاسفل ده يعني عندنا هنا دلوقتي ان دي ممكن تشيل ريديال لود والسهمين اللي على الشمال وعلى اليمين ده بيعني ان هذا النوع من الكراسي يستطيع ان يشيل الثراست بيرنج في الاتجاهين في الاتجاه من اليمين الشمال او في الاتجاه من الشمال لليمين. بالنسبه للانجلر كونتاكت بول بيرنج اللي ظهر قدامنا دلوقتي دون نلاحظ ده بقى ان هو في منه تصميمين. التصميم الاولاني اللي هو اللي على اقصى اليمين نلاحظ ان في كتف بين برضو هنا الانر ريس فوق والاوتر ريس تحت على العمودين. يعني هنا في هنا تصميمين التصميم اللي هو في الرسمه اللي ظهرت قدام دلوقتي اللي هي على اليمين هنلاحظ في تصميمين تصميم اللي هو على اليمين والتصميم اللي جنبيه اللي هو اللي على الشمال. التصميم اللي على اليمين نلاحظ في حاجه نلاحظ ان الانر والاوتر ريسز اللي الانر ريس اللي فوق والاوتر ريس اللي تحت الاثنين حاكمين الكوره من كتف واحد من ناحيه واحده. يعني ايه من ناحيه واحده؟ يعني الانر ريس مع البليه حاكمه البليه هنا في الكرسي ده من ناحيه اليمين فقط والاوتر ريس حكمه من ناحيه الشمال فقط. وبالتالي مثل هذا الكرسي ليه هنلاقيها لما يجي هيشيل الحمل هيشيل الحمل في اتجاه واحد فقط. الكرسي اللي جنبيه الثاني هنلاقي ان البليه محكومه مع الانر ريس من فوق بكتفين لكن من تحت بكتف واحد برضو بكتف واحد برضو. ودي نوعين من انواع الانجلر كونتاكت بيرنج اللي احنا بنتعرض له. وبالتالي بالنسبه للكرسي اللي على اليمين خالص اللي على اقصى اليمين لو جات له القوه بسهم اخضر على الانر ريس من ناحيه اليمين من ناحيه اليمين هتعدي على الكتف اللي بين البليه وبين الانر ريس الكتف اللي على اليمين وتعدي في الكوره الى الكتف اللي على الشمال بين البليه وبين الاوتر ريس وتخش للفاونديشن وبالتالي هتقدر تشيل من اليمين للشمال. في حين لو جالها جات لها القوة عكسية فهنلاحظ ان البلية هتتحرك من مكانها وتخرج من مكانها. بلية مع الاوتر ريس غير محكومين على الاطلاق وبالتالي مش هتقدر تشيل من الشمال لليمين. والبلية التانية بنفس الطريقة برضو ممكن تشيل من اليمين للشمال. طبعا مثل هذه الكراسي لو احنا عايزين نعكس لو الحمل عندنا في الاتجاه العكسي من الشمال لليمين لو انا لففت البليه دي 180 درجه هتقدر تشيل الحمل من الشمال لليمين. بالنسبه للسيلف الاينمنت بول بيرنج احنا دلوقتي قدامنا هنا هون اللوحه اللي ظهرت قدامي دلوقتي حاليا دي فيها رولر دبل رو بول سيلف الاينمنت بول بيرنج وبعد كده سنجل رو على الترتيب من الشمال لليمين. اول حاجه دبل رو سيلف الاينمنت بول بيرنج وبعدين سنجل رو رولر بيرنج سيلف الاينمنت رولر بيرنج وبعدين دبل رو سيلف الاينمنت رولر بيرنج وبعدين اكسيال رولر بيرنج او ثراست رولر بيرنج. كل هذه الكراسي اللي قدامنا دي قابله ان هي يحصل لها تيلتنج يمين وشمال. تلتج هنا نقصد بيه ايه؟ نقصد ان العمود مع الانر ريس طبعا هنا العمود كله من فوق
والانر ريس من فوق والاوتر ريس من تحت. نلاحظ ان العمود اللي هو اي عمود من فوق مع الانر ريس اللي هي من فوق مع الكيلر او مع الرولر ممكن كلها تتحرك على السطح الكونكيف، السطح المنحني المحدب الداخلي بتاع الاوتر ريس، تتحرك تلتنج ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان تظبط او تظبط نفسها او تظبط الاكس بتاعها مع الاكس بتاع الكرسي، الاكس بتاع العمود مع الاكس بتاع الايه بتاع الكرسي. ودي اربع انواع من اربع انواع من السيلف الاينمنت بول بيرنج. الاحظ حاجه، الاحظ ان النوع الاخير من ناحيه اليمين دون ده راديال بيرنج، بمعنى ان السهم اللي معمول على العمود لاسفل دون ده اللي هو بيشيل السراست، وبالتالي فهذا الكرسي هو في الاصل بيشيل السراست اللي هو مبين عندنا بالسهم اللي هو نازل من اعلى الى اسفل، بينما السهم اليمين الشمال معناه ان ده ممكن تشيل بالاضافه الى السراست ممكن تشيل راديال في الاتجاه من اليمين للشمال، لكن ما تشيلش راديال من الشمال لليمين. بينما الانواع الثلاثه الاولين من ناحيه الشمال اللي هو نوع الدبل رو بول بيرنج والسنجل رو رولر والدبل رو رولر سيلف الاينمنت بول بيرنجز، دي كلها ممكن تشيل احمال الثرست في الاتجاهين بالاضافه للحمل الايه الراديال.